بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحلة جديدة، مرحلة فيها تخرج اليوم، فيها شهادات اليوم. اليوم دكتوراه يقول لك. شفتم شلون؟ فالشباب ما شاء الله اللي قدر يوصل واللي راح ورطوا هناك، لكن الآن يجمعون كلهم بإذن الله. المرحلة حتكون من هنا، هذه هنا سنة أولى وجامعية وذا، وهنا الدكتوراه والشهادات العليا بإذن الله. دقائق ولحظات، نوصيكم يا جماعة الخير، هذه قناتكم، والله ما تمشي إلا بدعمكم، ولا تتطور إلا بكلامكم الجميل، ولا تتقدم إلا بنشركم لمقاطع. نحمد الله ونشكره، تعدينا 104 مليون مشاهدة على قناة اليوتيوب. هذا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل جهودكم وفضل نشركم. أهل الكويت، أهل الإمارات، أهل البحرين، أهل قطر، أهل الخليج، كله الدول العربية، العراق، الجزائر، تونس، ليبيا، كل المناطق، ما أبغى أنسى بلد، السودان، اليمن، شقول بعد، وطبعا جميع مناطق المملكة العربية السعودية. تحية لهم من الأعماق، تحية لكم من فريقكم، فريق رواد بحرة، وما شاء الله تبارك الله البقية. يا سلام، هذه بداية بس أولية كذا إن شاء الله. هلا بالخضر إبراهيم الخضري، وحشنا والله الرجل. إن شاء الله كذا نبتدي الآن، بس نرتبهم حتى نشوف إيش المنطقة اللي حيصير فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، بدأوا يستعدون وتشاورون هنا زي ما تشوفون، هذول قاعدين مشاورات، ويقول له أنت أطلع قبلي وأنا أطلع بعدك، عشان إيش النسان ما يقدر إيش يتحدانا. كلهم الله بالخير، كيف الحال؟ ما يالي توكل على الله. بسم الله. مع نفسك يا حلو، روح يا فهد اطلع. كانك ما يالي، لا تنزل. فهد اطلع، خلوكم على الجهاز الله يرضى عليك. وحش يا ولد، ولكن الوحش لم يستطع. يلا ابو ايمن بسم الله، انزل يا ميالي. طبعا اللي فيها ابو ايمن هذه مره صعبه يا جماعه الخير، وحش يا ولد. هذه اقوى يا جماعه الخير من هذه الاماكن هنا، بس هذه فيها انطلاق معطينهم مسافه من ورا يرجع فيها، انما الثانيه الثنتين اللي فيها النيسان واللي فيها الجمس خفيفه. يا سلطان الجيب اللي ورا يوخر. يلا يا فهد روح. اليوم جابك. فهد انزل على مهلك وطالع اخوياك ورا. ما يالي زرقاء. كفو يا ميالي. وين كفو معه سرقه؟ نداوي الجيب يوخر الجيب. يلا ابو عبد الله قدم شوي كذا شوي. رجل ماذا تفعل يا رجل؟ يلا بيجيك ابو ايمن. عاد امهم العافيه، تعال روح ابو ايمن. جاي يسلم علينا، ما عليه، ما في مشكلة. روح فهد روح. اسمع، شغل دفلكو على مهلك ورا. يا نداوي تبغاني نسحبه. جهزوا النواير على جنب بالله يا شباب. يمين يسار. اوكي بنشوف من يسحبه، تعال عند ابو عبد الله. لا شفت كيف؟ فهد بعدين شوفه في الفيديو، انت طايح كذا على بطنه غرض. اي خلاص، خلك نجيب لك واير دحين. ابو عبد الله اطلع يا فهد، اسحب اطلع. ابو عبد الله روح.
فهد معك واير؟ هيا انزل انزل شوف بسرعة عشان لا يتأخر الوقت. يلا يلا يا سلطان. راسك يا شباب. ما شاء الله تبارك الله. هذه الفعاليات اللي احنا نحرص على تطلع البر تتسلى تتفرج، حتى لو ما تبغى تشارك في التدريب بشو اسمه ده بتتفرج. كويس هديت انت الحين. والله حبر الجمس قبلك سوالك خنادق هنا غيره غيره. جيب الباترون روح. بدا يا جيمي سلطان اعطيه مسافه ورا هذا اعطوا مسافه ورا شكله دبل ثقيل هذا فهد يا رجل في الراية وخروف اعطيه اعطيه فرصته ما شاء الله الناس هنا فوق طالعين في خط انا عن نفسي عمري ما طلعت الخط فهد الخلف سريع بالله سريع 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 وخروا عنه يا سلطان تسمعني سلطان دقيقة مو بدقيقة ابغاك تحرص على الوقت معايا الله تبارك وخر عنه وخر في سيارة هنا اطلع يا فهد اطلع تو يا شباب في سيارة جاي نفس المكان يا حبيبي نفس المكان نفس المكان طقم يوم شفته ما في عزم لا تعطي باور هنا ترى ما هو ناقص جاني واحد تكلم القناة قال يا ابو فيصل تقعد تتفلسف وتعطي ارشادات وتعطي ما ادري شو والله يا اخي انا ما اتفلسف ولا شيء لكن ثق تماما اقول لك يا ترى اللي انا اشوفه امامي هنا غير اللي انت تشوفه من خلف الشاشه في فرق كبير يا جماعه انا لما اساعد الرجال واقول له اطلع ولا قلت ترى مع يعني ان جبتها بطريقه مزح واقولها يا لو ما اعطيتك الخطه ما تطلع ترى هذا بيني وبين خوياي هذا الشباب والشيء اللي بيني وبين خوياي يعني احنا اتراخي روح يا شرف روح لا تدفن نفسك يا رجل لكن يجي شخص غريب وقد انا لا انا كلامي دائما مع خوياي ما هو على عامة الجمهور ما شاء الله تبارك الله هذا وش اللي طلع ذا رينجر ذا ولا وش؟ الأولى لنا والثانية لك يا رجل. يا خلا مطاحن الحياة هذا. بالله بالله نص كيلو بالنقشر.
اكسر اشقر. وجيت هيطون اليوم وديوته جنب بعض ما ادري وجهه. لا والله روح. هلا باليوكل. وماذا ستفعل؟ ولد ولد جيب كراش. هذا كراش هذا يعني يسمون اللون هذا كراش هذا الرنجلر لانه شبه الكرتون اسمه كراش او لعبه اسمها كراش. يا اخي دفوه دفوه بس انه يخلعوا لك صدام لو دفوه. الواير مشكله كيف يطلع من تحت. لا يا رجل لا تؤخذ هكذا. سلطان عندك مسار ثاني. خلاص طلعهم الاثنين ما يضر. اسمع لما تطلع خلي الواير مشبوك عندك ها. خلوا مشبوك. اي ما يخالف. طيب طب اعطي الناس مجال يا اخي اجيب لك الجيمني يطلع. ما شاء الله تبارك الله. يا سلطان ليش ترجعهم ورا؟ بس 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 بس. اه قلنا لك اه دفوك وطلعت. لا يا رجل والله انك وحش. الله تبارك الله. على مهلك على مهلك ارجع ريوس شيء بسيط. عندك دفلوك؟ دفلوك شغل الدفلوك الان. لا شوف دفلوك خليك دعسه واحده ثابته. ايه لا تلف الدركسون خليه يتحرك. لف يمين هناك. ادعس لا تخليه يوقف. لا مو بقوه يا شيخ خلاص علقته. حاول قدامه الان. ايوه خليك مستمر خليك مستمر. الدفلك يا جماعه الخير لازم تكون وزنه رجلك مضبوطه دعسه واحده. والعب دركسون يمين يسار. حاول يطلعوا الان بس انا خايف تطلع بطن تكون طلع. تصور الشباب اللي هنا. هلا بالشاص. لقد اقدم المدعو الشاص. يلا يا ولد. ولا يتمكن. سلطان ما شاء الله تبارك الله.
هلا بالشام. الله تبارك الله. دفة بسيطة بس، حط الصدام صدام. لا ينفع يا ابو سيرين. دقيقة سلطان، سلطان. هنا يحاولون دفة بسيطة بس بالصدام يطلعونه ورا. ليش؟ حاول يدفوا هنا بس ما قدر صدام حديد وداخل الاسلك صعب شوي. يا رانجلر ما تجي كذا ابغى باور. ابو عامر قفل سيارتي بالله. المفتاح عليها؟ لا اقول لك قفل. تقول لي خليها عليها. رهيب انت والله رهيب. ليت في منك ثلاثة. خلاص خلاص كفي. ليش يا ابو خالد معليش الان يسحبون هنا يحاولون شويه كذا الشباب. والله ما اعتقد انه هنا طايح كثير اذا ما يعطيهم هذا واير مطاط ده ولا لا. يا جماعه دائما نتكلم والله الوايرات هذه ما تصلح. لو واير مطاط حيطلع بكل سهوله. يا سلطان الباتر لما طلع ما كان الكاميرا شغاله بالله خليه يرجع يعيدها. ابو صدام طاير. نور لك مكان ما في ضربه. شويش عشيق ولا تخليه فحر ان شاء الله ينزل. ادعس 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 ادعس. هي اشتغل اللمت سلب حقه. ادعس اي ادعس 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 الان ادعس ادعس. دفه دفه يا شباب دفه دفه دفى الغلبان هذا تعلق مسكوت. قف الحج امشي بس ولا عدل. لا تدعس لا تدعس الناس لا تدعس. يلا ارجع يلا روح روح. شوف الدف لك ما شاء الله تبارك الله. لا تعود. يلا هلا حبيبي يا هلا وسهلا والله. منو؟ اي واحد اي فيهم فضي هاي كلمه خليه يجي منه. اي وش بتتصل فيه تليفون؟ لا لا خمص هي كذا. وحش فهد ما شاء الله تبارك الله. ويا صعب بس اي اي صح كذا صح. لو 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 يعني اعطيته مور زياده علق. جيب فهد والله والله انك وحش يا ولد ما شاء الله تبارك الله. يعطيك خير ويكفيك شر وذكر الله طيب يا جماعه الخير. الدعز الدعز يستك ما شاء الله تبارك الله. وينسحب النداو يا ماذا به لا اعلم انسحابا تكتيكيا او خوفا. فين جاي هذا؟ ابوي هذا مواجهني ذا. روح روح سهل من هنا نهرب.
الفيدر. اياك اياك. هذا يتمشى هنا ولا ايش يبغى ذا؟ ويطلع بالريوس. شلون بيطلع هذا طيب الحين؟ هات الربع ما شاء الله تبارك الله. جيب وحش والوحوش قليل. كفو يا ولد. ويجي ابو عبد الله يقول والله يا ابو عبد الله انا شفت ترى موتر طويل. الا لي اشك. سلطان خلي وخر على اللاند. اللاند ايمن. ابو عبد الله ما شاء الله تبارك الله. لا يضر ما شاء الله تبارك الله. طيب نواتر هلا وزريني. هلا والله وسهلا ما شاء الله تبارك الله. هلا بالباتر. طبعا في كثير يسألون ايش فيكم عاد تحطون الاعلام يا ابو فيصل والفعاليات اللي تكون تسويها؟ والله يا جماعه الخير الحر بصراحه عشان الاعلام نسوي المضمار لازم نيجي من الساعه 3 والجو والله بصراحه انتم ادروا يعني شلون. لكن ان شاء الله خلاص يعني الاعلام احنا لما كنا نحطها كنا يعني بس نعطي الجمهور او الحضور طريقه الفعاليه وش. فصار الان في وعي يعني صارت الناس تفهم لما يشوفونا واقفين نصور في مكان يعرف ان عندنا تنظيم معين فكله صار يلتزم. نعم كله بينبسط ما شاء الله تبارك الله. روح شرف فدوى يا شيخ. فصار الكل ينبسط. طلع سلطان يا هذا. ايه نعتذر من راعي الباترول هذا اول ما بدانا اصوره. وصدام وصدام يا رجل ولكن الله بس الله نشدك تراك طلعت الاولى والكاميرا كانت واقفه والله. لكن هذه والله شاهد من ابو فيصل. نعم طلع الصدام ترى طايح ما هو راضي يقعد. كل ما ربطه يقول لك انت عيب. خلاص زعل منك ونزل. شيله شيله عبد العزيز ما يبغاه هو مضحي فيه مسكين. يلا روح تعالوا هنا تعالوا هنا فوق هنا ما حلالكم الا هنا. تعال يا عبد الله انت وياه اطلع هنا لا يزغ موتر الله يرضى عليك. يا بلاتيني وحط رجلك يا بلاتيني. ويلو ويلو حتى النداوي زعل منك. نداوي ايه اللي ورا يا سلطان. سلطان يا سلطان كفو يا شن كفو يا سكاتن. ايوه
نداوي. الله تبارك الله. لا ما نرضى. ما شاء الله تبارك الله. هنا هنا عبد الله. طبعا ابو ايمن لازم ولا يتمكن الرجل. سلطان 5 دقائق صلاة. روح. التي تدعى نيسان قد يغضبون عليك. يغضبون يغضبون. ولكن الله خذوا عزم زي الناس ونزل هوا ترى. يا عم اشبك الدبل الله يرضى عليك يا نداوي من غير دبل. طيب ومن شلون بيطلع يا طقم؟ يلا يلا في سيارات وراك يا ابو نداوي سريع. طبعا في مشد، هذا المشد قلنا يعني ضعيف شوي. المشد اللي جنبي هنا على اليسار فيه قوة صراحة. هذا هذا فتح. الله تبارك الله يا رجل حرام عليك. على مالك على مالك ورا على مالك. ارجع بشوي ارجع. ما عندك دفلوك؟ يا ولدي هنا مكان الدفلوك ايش مخبيه ليه؟ صغير السيارة ما عليه شغل. ارجع دفوه يا شباب دفوه دفوز اخوي. يلا سلطان الله تبارك الله. يلا ادعس معهم. لا لا تدعس بقوة شوي عشان انت كذا دفنتهم فوخروا. على مهلك يا دوب ولا خليك هنا الجمعة الجاية. خلاص خلوه خلوه الجمعة الجاية. ولد شو يوم ذولي طالعين من غير دبلات؟ او جاكم تسوي شيء ثاني دحين يسحبك. ويحاولون يطلع 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 بس ركز معاي انت خلي الكفر ما يدور. والله شباب تلموا عليه شخص صغير ذا يتحداكم. خليك 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 مكانك لا تنزل خليك. اسمع كلكم دفة واحدة يا شباب. يلا والله يطلع ما يبدأ ما فينا حال نجيب له واير وحوس. واحد من عند القزاز توزعوا كذا عزم واحد. خليك معاي انت. يلا ادعس ادعس. نفر عادي عادي. خلوه خلوه الجمعه خلوه خلوه درسا له ولا كل ما تسويش. روح اشوف خويك ما طلع يا راجل. يقول كذا بيدير. ايوه هذا الدفنه اللي هي اللي عليها الكلام. الله تبارك الله.
ادري ايش اللي احنا نقدر نصور فيه، بس داهمنا وقت صلاه المغرب الان. نستودعكم الله في المقاطع النهاريه، ولا تنسونا من دعمكم يا شباب، هذه قناتكم. انتم اللي اسستوها، انتم اللي شهرتوها، انتم اللي رفعتوها، انتم اللي سويتوا فيها كل شيء. ما احنا الا اداه تصوير واداه نقل لكم. تحياتي لكم جميعا. ونختم مع هذا الشو ذا، ما ادري وش هو الهم بعيد فين الشعب. هذا وش ذا هون؟ هذا وش فورد؟ لا مو فورد، والله فورد والله ما شاء الله.